اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا الظهور في برنامج الجدعان، لانهم فعلا من الجدعان. وزي ما قلنا قبل كده، برنامج الجدعان ما بيروحش غير للجدعان. لكن زي ما عودناكم كل اسبوع، انا عايز اتكلم معاكم في قضيه مهمه جدا، قضيه امن قومي، قبل ما نبدا رحلتنا مع جدعان بلدنا. هذه القضيه هي قضيه تدوير المخلفات الصلبه. مصر حاليا تتبنى مشروع ضخم جدا، هو مشروع مصر تبني صحتها، وهو يعتمد على انشاء المستشفيات المركزيه والوحدات الصحيه في مختلف انحاء الجمهوريه بهدف تيسير الخدمات الصحيه للمواطن المصري. ونسينا قضيه مهمه جدا، ان خط الدفاع الاول عن صحتنا هو تدوير مخلفاتنا الصلبه بجميع اشكالها، وهي المخلفات العضويه، المخلفات الصحيه، المخلفات الزراعيه، المخلفات المنزليه، مخلفات هدم المباني، كل هذه المخلفات ومنها ايضا مخلفات المستشفيات البالغه الخطوره. كل هذه المخلفات لا تصب بالتاكيد في صحه المواطن المصري، واذا لم نضع عليها منظومه محترمه لتدوير هذه المخلفات بشكل سليم وامن، يبقى هي اكبر خطر على صحه المصريين. الان شوارع مصر وخصوصا في ايام عيد الاضحى المبارك اللي عدينا بيها كلنا، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وكل سنه وانتم طيبين. ولكن هذه الايام كانت بالغه الصعوبه بسبب انتشار القمامه في شوارع مصر. كان امر شديد الخطوره، وشوارع مصر ممتلئه باكوام القمامه، ولا احد يتحرك لانقاذها وتحريرها من هذه المخلفات البالغه الصعوبه. إذن نحن امام مشكله كبيره جدا، وهي مشكله كيفيه تدوير هذه المخلفات الصلبه. نجاح هذه المنظومه وجعلها احد المشروعات المهمه اللي بيطالب الشباب بتنفيذها على مستوى الجمهوريه في كل قريه، في كل حي، في كل مدينه، في كل محافظه. عشان الشباب ينفذها لازم يبقى فيها هامش ربح. حتى الان مثل هذه المشروعات خاسره بنسبه 100% بسبب ان هذه المنظومه قايمه على طرفين، وهو مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. مقدم الخدمه هو الشباب اللي ممكن ان احنا نستخدمه في عمل هذه المشروعات وتدوير هذه المخلفات الصلبه. لازم يبقى ليه عائد محترم ومبالغ تحفيزيه عشان يستمر في العمل ويستمر في منظومه تدوير المخلفات الصلبه. وخلي بالكم هذه المشروعات بالغه التكلفه، ولكن اذا اردنا ان نبحث عن كيفيه تاهيل هؤلاء الشباب وتدريبهم وتاهيلهم وتجهيزهم بالمعدات اللازمه لتدوير المخلفات الصلبه، فكل هذه الامور ميسره بشكل كامل. عندنا في مصر الخبرات اللي ممكن تؤهل هؤلاء الشباب لمشروعات تدوير المخلفات الصلبه، وعندنا كمان الشركات الكبرى اللي بتصنع معدات تدوير المخلفات الصلبه. إذن الأزمة ليست في التأهيل أو في المعدات، ولكن في كيفية تحفيز الشباب على عمل مشروعات لتدوير المخلفات الصلبة. من هنا أنا بطالب كل وزارات مصر وخصوصا وزارات البيئة والزراعة والدفاع والسياحة والزراعة، يا جماعة اتحركوا. هذه المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات الصلبة شديدة الأهمية، لو احنا بجد بنتكلم على مصر الجديدة، مصر اللي احنا كلنا بنحلم بيها، مصر النظيفة، مصر اللي عارفة يعني ايه تدوير المخلفات وعارفة مدى خطورة هذا الملف على صحة المصريين. المهم ان احنا نعي ان مشروعات تدوير المخلفات الصلبة ليها طرفين، هؤلاء الطرفين هم مستخدم هذه الخدمة هو المواطن المصري. المواطن المصري يجب ان يعي ان هذه المشروعات تحتاج الى تكلفة باهظة حتى يمكن ان ننشئ مشروع واحد لتدوير المخلفات الصلبة، فما بالنا بمشروعات في كل قرى ومدن واحياء مصر، مشروعات لتدوير مخلفاتنا الصلبة بجميع اشكالها وبجميع انواعها. وهذه تحتاج الى رسوم عادله يدفعها المواطن المصري حتى يحصل على خدمه كامله، وبالتالي يمكن في هذه اللحظه ان يحاسب الشركات المنفذه لمشروعات تدوير المخلفات الصلبه، ممكن ان يحاسب الوزارات القائمه على مراقبه هذه الشركات القائمه على تدوير هذه المخلفات الصلبه. اما الطرف الثاني في هذه المعادله فهي الشركات القائمه على تدوير المخلفات الصلبه. لازم هذه الشركات يبقى ليها رسوم محدده بتحصل عليها بخلاف عوائد تدوير المخلفات الصلبة. عوائد تدوير المخلفات الصلبة بسيطة جدا. الكلام اللي بيتقال عن عوائد تدوير المخلفات الصلبة كنز كبير جدا، وان الشركات بتتصارع عليه كلام غير صحيح. نواتج مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالكاد تغطي هامش من هوامش التكلفة لهذه المشروعات، اما التكلفة الحقيقية فتغطى من خلال رسوم يدفعها المواطن المصري الذي يرغب في مصر التي يحلم بها، وهي رسوم مهمة يجب أن تحصل عليها هذه الشركات إذا أردنا أن نحصل على خدمة متميزة بنسبة 100%.
مفيش خدمة دلوقتي بدون مقابل، وهذه الخدمة تحديدا احنا اللي محتاجينها عشان نشجع شباب انهم يشتغلوا في مشروعات تدوير المخلفات الصلبة ونخلع عشرات المشروعات في كل مصر. يبقى لازم ندفع، لازم نشجع هؤلاء الشباب، لازم نقول لهم اشتغلوا وما تخافوش، احنا في ظهركم، بس خلصونا من اكبر عبء وهو المخلفات الصلبة الموقعة في كل شوارع وازقة واحياء مصر. مشكلة كبيرة جدا لازم ننتبه ليها، وهي مشكلة تدوير المخلفات الصلبة. حتى الآن ما عندناش غير منظومة واحدة بس، هي منظومة مشروع 15 مهنة لتدوير المخلفات الصلبة. منظومة واحدة بس، ولكن لما اشتغلنا عليها 8 دول على مستوى العالم نقلت هذه التجارب، منها ماليزيا والسعودية، منها الإمارات، نقلوا التجربة المصرية في تدوير المخلفات الصلبة، ولكن للأسف ما عندناش غير تجربة واحدة بس. إذن لتكرار هذا النموذج الناجح والذي نمتلك كل آليات نجاحه من أشخاص مؤهلين ومضابين لتدوير المخلفات الصلبة، من منظومات متكاملة لجمع وفرز المخلفات الصلبة، من شركات جاهزة لعمل معدات تدوير المخلفات الصلبة بتصنعها جوه بلدنا، يبقى مش ناقصنا غير حاجة واحدة بس، نحن نسأل الناس دي محتاجة ايه عشان تعرف تشتغل. محتاجة ان احنا ندفع رسوم تغطي تكلفة تدوير المخلفات الصلبة. عارف ان في ناس كتير جدا هتقول هي مش ناقصة تكلفة إضافية، ولكن احنا اللي محتاجين تدوير المخلفات الصلبة. اكيد كلنا بنشعر بحزن شديد جدا واحنا في مصر، في شوارع مصر واحياء مصر، وشايفين اكوام القمامة في كل مكان بتهدد صحتنا وبتهدد اولادنا. اذا اردنا ان نبني صحة مصر يجب اولا ان نضع منظومة دفاع اولى، وهي تدوير مخلفاتنا الصلبة بجميع اشكالها، سواء زراعية او منزلية او صحية او حتى مخلفات مباني او مخلفات المستشفيات. احنا امام قنبلة موقوتة اسمها تدوير المخلفات الصلبة، ارجو واتمنى ان نريد التعامل معها. دي القضية اللي حبيت اتكلم فيها النهاردة، خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. في حلقة اليوم، فريق الجدعان يكشف النقاب عن واحدة من أفضل نماذج المسؤولية المجتمعية في مصر، وتنفذها مؤسسة العنان للتنمية الإنسانية والتي لا تقبل التبرعات وغير هادفة للربح، وتعمل في قطاعات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل للشباب على مستوى الجمهورية. فريق الجدعان يرصد مشروعاً عملاقاً في قطاع الاستزراع السمكي المكثف ينفذه المهندس الزراعي الشاب فارس عرب بالإسماعيلية، وذلك بعد نجاحه في تطبيقه في دولة الإمارات العربية الشقيقة على مدى 4 سنوات قبل أن يعود إلى مصر لتطبيقه بها. مجموعة روند فيتا لأعلاف هيرمان. أعلاف نباتية هيرمان، خبرة ألمانية بأيدي مصرية. أعلاف هيرمان، الخلطة السرية. السلام عليكم يا باشمهندس زكي. وعليكم السلام يا باشمهندس غريب، ازيك وازاي حالك؟ نحمد ربنا على كل شيء، بس الفراخ تعباني قوي. انت عمال تاخد في عنابر وتبني هنا وهنا والحاله حلوه معاك، وسمعت انك هتدخل قطيع امهات، وانا العنبر اللي حلتي تعبني قوي ومش ظابط معايا خالص. الله اكبر يا باشمهندس غريب، ده حتى ياخد ولا هم 5 مزارع بس. قولي بس ايه مشكلتك، وانا اللي هيقدرني عليه ربنا هساعدك فيه وحدلك عليه. والله يا باشمهندس زكي مشكلتي كبيرة، الدورة تبدأ حلوة أول أسبوعين، بعد كده ما بقاش ملاحق، أطلع من ميكو بلازما يخش عليا الأوكولاي، ويجي بعديهم الأي بي، والنيوكاسل بقى ما أقولكش عليه، ما بيسيبنيش من أول العشرينات ونفقه عالي قوي، واللي زادوا غطى بقى إن الدنيا متبهدلة إنفلونزا تشيفاي في إني واني هنا، وإيش تشيفاي في إني إيت هناك، وأنا بصراحة كده أصلاً كنت بطلت أحصن إنفلونزا خالص. إيه؟ بطلت تحصن إنفلونزا؟ الكلام ده من إمتى؟ من دخلة الصيف اللي فات، أصلي كنت بحصن تحصيني على قدي وحسيت التحصين زي عدمه لأن المناعات كانت بطيئة وضعيفة فبطلتها خالص. أنا حنصحك نصيحة لله، أساس ضبطة العنبر في التحكم في الأنفلونزا والنيوكاسل، أخطر مرضين وهم اللي بيسببوا نسب النفوق العالية اللي ممكن تقسم الدار وتخسرك اللي وراك واللي قدامك.
خلاص انا امنت وسلمت يا باشمهندس زكي. قولي تحصنت الانفلونزا ونيوكاسل اللي بتحصنها اسمها ايه؟ انت بتسأل احصن ثنائي انفلونزا ونيوكاسل ايه؟ هي الفولفاك بيست، ملهاش الا الفولفاك بيست. دلوقتي هاخدكم لمحافظة المنيا، هناك هنشوف نموذج للمسؤولية المجتمعية اللي طبقته مجموعة الدهلية. مجموعة الدهلية بتمتلك واحد من أكبر المشروعات الزراعية في محافظة المنيا، وعشان تنفذ مفهوم المسؤولية المجتمعية أنشأت مدرسة بديعة، مدرسة زراعية. هذه المدرسة مهمتها تأهيل أبناء محافظة المنيا للعمل الزراعي. خلي بالكو، الزراعة بقت صناعة، واللي اشتغل فيها يجب أن يكون مؤهل. خليكم معنا. دلوقتي هتتعرفوا بجد على واحدة من أعظم مؤسسات الخير في بلدنا، مؤسسة لا تقبل التبرعات وغير هادفة للربح، مؤسسة فاهمة يعني إيه المسؤولية المجتمعية، مؤسسة شغالة في ثلاث اتجاهات ومش بتحيد عنها، الصحة يعني إزاي توفر خدمة صحية محترمة لأهلنا، والتعليم يعني تبني أفضل مدارس لأولادنا، وثالثا توفير فرص العمل للشباب يعني بيبنوا إنسان بجد. بكلمكم عن مؤسسة العنان للتنمية الإنسانية بقرية دماس في ميت غمر بمحافظة الدهلية، واللي أسسها سنة 2005 المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدهلية الزراعية، بهدف خدمة الناس ومساعدتهم، وهي ممولة بنسبة 100% من مجموعة شركات الدهلية. وعلى فكرة أنشطتها خرجت من نطاق محافظة الدهلية وشملت كل المناطق الأكثر فقرا في كل أنحاء مصر. أنتوا عارفين في المنيا مجموعة الدهلية بتمتلك مشروع زراعي عملاق بخلاف أضخم مشروع في مصر لإنتاج الكتاكيت، وفي داخل المشروع الزراعي أقامت مدرسة العنان السنوية الزراعية من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف أنهم يخلقوا كوادر مؤهلة للعمل في القطاع الزراعي وخصوصا في الصعيد. مئات الطلاب بيتعلموا ومقيمين وبيشتغلوا وبياخدوا مقابل مجزي يحمسهم على الشغل، والأحلى من كده المدرسة طلعت الأولى على المحافظة في التعليم الزراعي، وطالب منها طلع الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الزراعي، وفورا اتخطف للعمل في الكويت وحتى ما لحقناش نقابله. وخلي بالكم دي أول دفعة من الطلاب تتخرج من المدرسة. رحنا المنيا، هناك نظموا احتفال كبير جدا بطلبة المدرسة الزراعية المقامة داخل مشروع الدهلية الزراعي، برعاية وحضور اللواء المحترم عصام البداية ومحافظ المنيا، والمهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة الدهلية، وكل رجال الزراعة وخبرائها ومسؤوليها ورؤساء الشركات الكبرى في المنيا الزراعية، وكمان حطوا حجر الأساس لمبنى مدرسة العناني الزراعية الجديدة في قلب حوش العنب والرمان والمشمش والخوخ، حاجة تفرح. وبداية لقاءاتنا مع اللواء عصام البداوي محافظ المنيا. الوزير، واحنا بنحط الطوبة التانية من حجر اساس المدرسة. المنيا بقت عاصمة مصر الزراعية، واللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا بنوجد طلبة مؤهلين للتعامل مع هذا الفكر ان العاصمة الزراعية في مصر هي المنيا. بنفكر ازاي لتطوير هذا الملف، الاهتمام بالزراعة. رايحين على فين بالمنيا زراعيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المنيا زراعية، ودي حقيقة، وحقيقة لا يستطيع ان ينكرها احد. كل الموضوع تكاتف الجهود، تنمية القطاع الخاص بشكل اقوى، الاستمرار قدما بالعنف في ملف تقنين اوضاع اليد في المحافظة وتقنين الاراضي، عشان كل مستثمر يبقى معاه
العقود المؤمنة اللي بتأمن له ملكيته وبتأمن له المشروع الناجح بتاعه. لكن نموذج العناني نموذج طبعا متكامل، يعني شامل التعليم المزدوج وشامل الزراعة وشامل التصدير وشامل التصنيع، والحجر الأساس ده حجر أساس مدرسة عشان تطلع لنا مدرسة زراعية، تطلع لنا شباب مؤهل متعلم قادر على اختراق الصحراء الممتدة معانا لغاية ليبيا عشان ننمي مزيد من التنمية، مزيد من الاستثمار، مزيد من النجاح ان شاء الله. حضرتك محافظ للمنيا اللي هي عاصمة الزراعة في مصر، عايز اعرف منك هل السادة المحافظين حاليا في مصر وخصوصا محافظة المنيا تمتلك قرار انها تتصرف في الاراضي للمستثمرين الجادين على اراضيها؟ الموضوع بيرتبط بالولاية، انا لدي قدرة على التصرف في الاراضي اللي ليا ولاية عليها. من ضمن الاراضي اللي انا ليا ولاية عليها 330 الف فدان اللي احنا واقفين عليهم دول، اللي نقلهم السيد رئيس الجمهورية لولاية محافظ المنيا. اليات التصرف في 330 الف فدان، انا كمستثمر عايز اجي المنيا وشايف ان فيها هي ارض الخير، اجي لمين؟ اعمل ايه؟ اتحرك ازاي؟ اليات التصرف في 330 الف فدان هم خطين مهرومش ثالث. الخط الاولاني لوضع اليد المستثمر الجاد قانون 144 والاجراءات المرتبطه به لتقنين وضع اليد. بعد كده المحافظة بتاعكم في الآن على تخطيط المنطقة بالكامل عشان فتح طرق فيها تدخل بينا للصحراء جوه، يعني نغطي 330 ألف فدان علشان المستثمر اللي عايز، اللي خد على الطريق خد على الطريق، اللي عايز يدخل جوه يلاقي الطرق بتاعته. ثم سنطرحها إن شاء الله بالنظام المجايدة أو أي نظام من الأنظمة الحكومية المتعارف عليها للتمليك، ونطرحها للشباب اللي عايز يجي يتملك مساحات كبيرة، لان المساحات الصغيره خلاص ما بقتش هي دي. لكن بيعوض المساحات الصغيره ان انا عندي ثلاث قرى ظهير صحراوي موجودين في 330 الف فدان، اللي هو ياخد بيت وياخد معاه خمس فدادين. دول حاطين لهم كمان خطه للتنميه، وخطبنا هيئه التنميه الصناعيه وخصصنا 200 فدان في كل قريه لاقامه صناعات مرتبطه بالزراعه عشان يبقى المجتمع اللي هينتقل الى هذه القريه مجتمع متكامل صناعي زراعي سكني تعليمي في كل ابناء المنيا فقط ام لكل ابناء محافظات الصعيد؟ لا، الثلاثه دول الثلاث قرى دول المنيا، قرى ظهير الصحراوي لابناء المنيا بما لا شك فيه. اما 330 الف فدان فكل من يستطيع، احنا نص المستثمرين اللي على الطريق ما هماش منيوي، في من الوادي الجديد وفي من سوهاج وفي من الدقهليه، في يعني من كل اماكن مصر مستثمرين، لان ارض المنيا ارض قويه وعافيه زي اهلها. اللي هتسمعوها دلوقتي ست بمئة راجل جدعة جدعانة ما شفناهاش قبل كده، اسمها زينهم. تخيلوا، اتحدت المستحيل واشتغلت وكافحت عشان تربي أولادها لغاية لما بقت مشرفة على أكتر من 60 بنت في محطة تصدير العنب بمجموعة الدقهلية في المنيا. ركزوا معاها. أنا ست مش متعلمة، دخلت الشغل كعاملة واشتغلت في شغلي، واختارني الباشمهندس مصطفى حسين ليه جزيل الشكر عندي، بشكر افضله عليا. هو اختارني مشرفة، وانا الحمد لله ربنا وفقني وقدرت احقق له طلبه. كنت مشرفة على 65 بنت. بحب اقول لكم ان مفيش حد بيطلع من بيته الا بيكون بيحتاج ومحتاج قوي، وانا بجتهد وبساعد جوزي عشان اعلم ولادي اوصلهم للي انا ما قدرتش اوصل ليه. عايز اقول لاي ست قاعده بتقولنا باليد حيله في البيت، تطلع وتشتغل وتجتهد وتقف في مكان اعلى من اللي انا واقفه فيه. عايزكم تركزوا مع الوحش ده، اسمه الاستاذ حسن غزالي، القائم باعمال مدير مدرسه العنان الثانويه الزراعيه. الطلاب بيعشقوه، ما هو لما يعلمهم يعني ايه صحرا وازاي يزرعوها وتكون ايده في ايديهم ويعملهم كوالد مش مجرد مدرس، كانوا لازم يحبوه ويطالبوا بتعيينه مدير للمدرسه، وهو القرار اللي فعلا اخده المحافظ المحترم اللواء عصام البداوي بتعيينه فورا مدير للمدرسه. في مدرسه الزراعه في ابو جرجاس كان هناك فريق عمل، مجموعه من الشباب بتؤمن ان احنا مالناش دورنا مش جوه المدرسه بس، لازم يكون للمدرسه دور مجتمعي، لازم يكون للمدرسه هدف. دورنا المجتمعي ان احنا نساعد ولادنا ان هم يلاقي فرصه عمل، عايزين خريج مطلوب لسوق العمل. فريق مدرسه الزراعه فندم، وانا لازم لما عرفت ان في شركه اسمها الدقهليه بدات تتعامل في الصحراء وفي سنه 2009،
فريق من المدرسه كان ليا الشرف ان انا عضو فيه. جينا جابلنا مدير الشركه وقلنا له احنا عندنا مدرسه الزراعه بتخرج كل سنه حوالي 1000 خريج او ما يزيد، عايزين نتعاون مع الشركه. وكان الموضوع ده جابنا ليه حاجه اسمها الميوسيه او اتحاد جامعات الغرب الامريكي عن طريق استاذ هو مش معانا ولكن الشكر لله برضه ثم ليه، اسمه محمد رجع. قال ده في شركه عندكم اسمها الدقهليه، وكان جه عرض الفكره علينا في مدرسه ابو جرجاس الزراعي. جينا جابلنا مدير الشركه فرفض بشده. طلبه بتوع الزراعه واخدين سمعه ان هم يعني مش اهل سكه. كان التحدي والرهان على الطلبه لمده 10 ايام، وكان ليا الشرف ان انا اكون على راس هذه المجموعه من الطلبه. وقفنا وكان بنأسس الحوشه الاولانيه في العنب في القطاع الثاني. بعد بالظبط 3 ايام يا فندم كان لينا المقدره ان احنا بنتعامل احسن من العماله الموجودين بالطلبه، والاستاذ رشدي حسان رفع الكلام ده لاداره الشركه ووافق على التعامل مع مدرسه الزراعه، وتم انشاء بروتوكول تعاون مع الشركه مع المدرسه، وبدانا في برنامج التدريب المهاري من 2010 حتى 2013، ثم فصول ملحقه على مدرسه ابو جرجاس الثانويه الزراعيه 13 لحد 15، ثم مدرسه العنان الثانويه الفنيه من 2015 اللي احنا بنحتفل بتخرج الدفعه الاولى النهارده بيهم. وانا ما بسميهش احتفال تخرج، انا بسميه يوم الحصاد. فشكرا لكل من ساهم في اخراج هذا المشروع للنور، وشكرا واسف للاطاله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم جورج سيدة منيوية عظيمة، مؤسسة جمعية تكافؤ بالمنيا، ونفذت لوحدها مشروع تشغيل العاملات في التنمية الزراعية، ونجحت في إقناع أسر 730 بنت أنهم يسمحوا ليهم بالعمل في المزارع. طبعا قبل كده كان ده عيب وعار، وده اللي خلى الطلاب يعملوا مسرحية تفاعلية بتحكي إزاي الأسر في الصعيد بتشوف عمل البنات وإزاي تتغير النظرة دي. خلونا نتعرف على حكاية مريم جورج. إزاي قدرتي مجتمع عرباوي صحراوي صعيدي تقنعي ان بنته لازم تخرج تشتغل؟ الحقيقه انه اي فكره محتاج تحط لها منظومه صح، محتاج تحرك كل المجتمع حواليك، تحرك وعيه تجاه اهميه خروجها، لانها تخرج ليه مردود على اسرتها على نفسها على بيتها على زوجها على اولادها. وبالتالي هو الفكره مش مرفوضه من بابها، لكن هي الفكره انك عشان تحط معطيات للفكره كامله، زي فكره انك توفر له امان ان بنته او مراته او اخته هتطلع من البيت هتروح بيئه عمل امنه فيها استقرار، استقرار وظيفي، انها مكمله السنه كامله كانها بديل لوظيفه حكوميه. الحاجه الثانيه انت حريص انه يكون في تعامل امن، بمعنى ان في مشرفه مسؤول عنها فما فيش احتكاك مباشر. انت عارف طبعا احنا لسه ما وصلناش في الصعيد لمرحله انه بنقبل فكره التعامل ما بين الرجال والسيدات في العمل يعني المشترك، لكن كويس انه يبقى في وسيط، المشرفه وسيط، القيادات الدينيه والقيادات المختلفه في المجتمع وسيط. اشرافنا الدوري من قبل المؤسسه اليومي على سبل الراحه والامان والاستقرار للبنات ده مهم. الحاجه الثانيه كمان انك توفر حمام امن للبنات، استراحه كويسه لو في وجبه فطار عشان ترتاح بدنيا فتقدر تواصل يعني 10 ساعات، ساعات بتوصل 10 ساعات عمل مواسم تحديدا. في المواسم كمان انت مضغوط فمحتاج، احنا كمان هنا في الشركه البنات بيشتغلوا على محاصيل تصدر فلازم تكون بجوده معينه، وبالتالي في اريحيه في العمل وفي استقرار نفسي وفي استقرار، بخلاف انك لازم تدربهم ككوادر فيبقى عندهم المعلومات والتقنيه للتعامل مع كل مراحل الزرع لغايه ما توصل لمرحله انك تعبي بشكل جيد فيبقى عندك منتج تفتخر بيه. وانا بعتبر انه بناتي جدعان. جدعان خلي بالك عشان جينا ليكم.
انا عشان كده بقول لك فعلا بناتي جدعان. احنا بنشتغل تقريبا على 730 بنت. طول ما قطعتك يعني 730 بنت، يعني 730 اجتماع مع اسرهم، يعني عملتها ازاي دي؟ كام سنه شغل؟ على مدار سنه التجربه دي احنا بنشتغل عليها. بنشتغل في 23 قريه في محافظه المنيا. كل قريه كان في انشطه مخالفه، انك تعمل مسرح تفاعلي فالناس تناقش معاك ليه نطلع ليه ما تطلعش، طب لا انا مقتنع لا مش مقتنع، فيبقى في مناقشه مجتمعيه. دي مطلوبه لان مفيش حد بيرفض فكره انت اديته المجال انه يفكر معاك ويبقى صاحب قرار. ليه ما يبقاش الاب صاحب قرار؟ ليه ما يجيش زياره كده زي ما كنا بنعمل في الشركه هنا، يجوا يعملوا لقاءات جماهيريه ويقعدوا مع مدير الشركه يطمنوا على البيئه بتاعت البنات. وكانت بتحصل انه في شيوخ وفي قيادات مجتمعيه وقيادات محليه كانت بتيجي تقول لك طب تعالى نشوف المكان اللي البنات رايحين يشتغلوا فيه، فييجوا ينبحروا يلاقوا انه في سيستم امان في سيستم استقرار. فليه لا؟ بقينا دلوقتي عندنا بالمناسبه يعني احنا 730 بنت، لكن عندنا احتياطي. تهافت المجتمعات الاخرى على التجربه ده النجاح الحقيقي. كمان في طلب كمان للعمل طبعا. عايز اقول لك كمان بقى في منافسه من الشركات، الشركات بدات تدور طب ما تيجوا تقولوا لنا عملتوا ايه. طب احنا وخاصه انه في المعروف في الاراضي الصحراويه والشركات في الموسم في حاجه اسمها مقاول الانفار، اللي هو انا اشحن بيقسمها في كل حاجه، كل حاجه بيقسمها في المرتب، بيشحنهم بطريقه غير ادميه فوق بعضيهم وحوادث وانتهاكات مختلفه، لانه انتهاكات المراه كمان ممكن تسكت عشان خاطر الفلوس. فلا الشركات ابتدت تقول طب ده انا دلوقتي بقيت مستقره ما عنديش ازمه في العماله، بقى عندي عماله مستقره وده اساس الاقتصاد والاستثمار ان يبقى عندك موارد بشريه. مريم خليني اسالك يعني رسالتك ايه لكل اسره في الصعيد لسه ما زالت دماغها ان خروج البنت عار، انها تشتغل غلط؟ رساله من واحده تجربتها من سنه واحده بس 730 بنت في 23 قريه. انا اقول لكل اسره انه خدوا التجربه مع بناتكم، شاركوهم، قيموا التجربه معاهم، لانه الحكم المسبق على الامور على اي فكره صح على اي فكره ناجحه محبط، امر محبط. لما زمان قالوا انه تعليم البنات ووقد البنات، ولما كانوا كل الانتهاكات اللي كانت ختان اناث وخلافه، دلوقتي خلاص الناس تحررت من الفكر ده، فبالتدريج لا الناس هتتحرر، واظن انهم تحرروا، لانه كثافه العدد المهول اللي عندنا في التجربه دي اكبر دليل انه الاسر لازم تغير فكرها يعني. دلوقتي بقى اسمعوا هند عبد المجيد المدير التنفيذي لمؤسسه العنان للتنميه الانسانيه، بجد شعلة نشاط. خليني اسالك اول حاجه عايز اعرفها، هل التعليم هو سر نجاح المدرسه الزراعيه داخل مشروع الدهليه في المنيا؟ التعليم فقط ولا في عوامل تانية اشتغلنا عليها وقدرنا ننمي عند الاولاد اهميه هذه المدرسه بالنسبه لهم؟ بص، هو التعليم الفني في تشالنجز كتير، في مشاكل كتير جدا احنا واجهناها في الاول في اول سنه وتاني سنه. التعليم مش هو كل حاجه اللي تخلي مدرسه تنجح زي ما احنا بنشوف الموديل بتاع النهارده. الفكره ان احنا درسنا الموضوع كويس جدا ولقينا ان احنا لازم نشتغل على كذا محور عشان نقدر نطلع البني ادم الكويس الصالح المنتج. اشتغلنا على الناحيه الصحيه بتاعت الولاد، ابتدينا نعمل لهم تحاليل كامله كلهم، لقينا عندهم حبه مشاكل صحيه بسيطه اما اتعالجت فرقت مع الولاد كتير جدا. ناحيه التغذيه طبعا بما انهم في المنطقه دي الاكثر فقرا في المنيا، فاحنا بنتكلم عن ناس طرق التغذيه بتاعتهم مش مظبوطه ومش متعودين على الحاجه الصح. ابتدينا نعمل لهم نظام غذائي متكامل مع دكاتره التغذيه، وابتدينا نقيس النتائج بتاعتهم في الانيميا وفي التحاليل بتاعتهم. اشتغلنا عن ناحيه القيم والاخلاق بتاعتهم، البيزكس بتاعتهم ما كانتش موجوده في الحته دي. ابتدينا نشتغل على ناحيه الصلاه وناحيه النظافه الشخصيه وحبه اخلاقيات وحبه حاجات بندخلها لهم بطريقه بسيطه جدا عشان يقبلوها ويستوعبوها. الحاجه الثانيه الجانب الترفيهي، وما كانش عندهم جانب ترفيهي خالص، فالفتره اللي هي كانت بتاعت بالليل وبتاعت اخر اليوم ما كانوش بيقدروا يعملوا فيها اي حاجه. ابتدينا ندخل لهم بقى الانشطه الرياضيه، ابتدينا نجيب لهم ترابيزات بينج بونج، ابتدينا نعمل لهم نشاط رياضي، ابتدينا نعمل لهم مسرح. كانت هايله المسرحيه اللي عملوها.
مسرح تفاعلي. بص طلعنا المشاكل من عندهم هم وهم اللي قاموا مثلوها وحطوا الاستراكشر بتاع المشكله اللي عندهم ايه واحنا نحلها ازاي. مسرح تفاعلي، رياضه، رحلات، برنامج مكافآت رهيب للولاد اللي بيتفوقوا وبينجزوا. ابتدينا ندخلهم بقى في حته الكمبيوتر، ما كانش عندهم البيزكس بتاعتهم، ابتدينا ندخلهم بقى، عملنا لهم كمبيوتر لاب كبير وابتدينا ندربهم ونعلمهم، ابتدوا يبعتوا ايميلات وابتدوا يعرفوا يخشوا على الانترنت ايه السايتس اللي يخشوا عليها وايه لا، ابتدى يبقى عندهم اورينتيشن عن كل الحاجات اللي عمرهم ما شافوها قبل كده. فانا شايفه ان النجاح في التعليم الفني مرتبط ان احنا ناخد البني ادم على بعضه وهو والمجتمع اللي حواليه، طول منظومه كامله كامله بالظبط كده. فالتعليم طبعا مهم جدا، لكن هو لوحده لو احنا ابتدينا ندوس في حته التعليم بس النتيجه مش هتطلع زي ما احنا متخيلين. المهندس محمود العناني رئيس مجلس اداره مجموعه الدهليه كان في قمة السعادة، وها أولاده من طلبة المدرسة الزراعية اتغيروا تماما واتبدلت حياة أسرهم، شباب صغير 22 و23 سنة وبقوا مديرين قطاعات ومحطات في الشركات الزراعية، ما هو ربنا كده، دايما بيخلق ناس طيبين عشان يساعدوا الناس الغلابة. مهندس محمود العناني، النهاردة يوم عظيم من أيام الحصاد في مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، مؤسسة عظيمة فيها أفكار أنا شايف إن هي بتهتم بالمسؤولية المجتمعية، وده دور المؤسسات الكبيرة المنتجة في مصر. خلينا نبدا مع حضرتك، وانت مؤسس هذه المؤسسه، كان فكرنا ايه واحنا بنأسسها؟ احلامنا كانت ايه؟ اساسها لما جينا نأسس هذه المؤسسه كان في بالنا خدمه المجتمع اللي بنشتغل فيه، بمعنى اخر هي دين علينا كشركه وكاسره، الاماكن اللي بنشتغل فيها وبنعمل فيها بيزنس ان احنا نساعدها وننميها وندلها فرصه انها تعيش حياة كريم. فاحنا بنشتغل في ثلاث محاور اساسية، هذه المؤسسة بتشتغل في ثلاث محاور اساسية، التعليم والصحة وخلق فرص عمل. في التعليم احنا يعني التعليم والصحة وخلق فرص العمل، صح كده؟ من حيث التعليم احنا ادينا الدولة حوالي 9 مدارس، اراضي 9 مدارس تم انشائها، وفي اماكن محتاجه اراضي، لان المشكله الكبيره لهيئه الابنيه التعليميه عشان تعمل مشروع عايزه ارض، والارض دي احنا كنا بنجيب لها التراخيص، ترخيص المباني، ونسلمها بلا عوض لوزاره التربيه والتعليم تعمل عليها المشروعات. في جزء ثاني وهو التدريب، احنا بندرب في كذا بكذا جهه كذا اتجاه، في فتحنا بعض المراكز بتاع التأهيل المهني المغلقه واللي ما تشتغلش، وكنا بنجيب الناس اللي على وشك انها تخرج من الملاجئ اللي نجهزها انها تقابل الحياه بعد سنها ما يكتمل وتطلع اظن عند 16 سنه او 17 سنه، بنجهزهم يقابلوا الحياه، بندربهم وبنساعدهم في بعض الاحيان على انهم يجدوا فرصه عمل. في تدريب من يعني عملنا اكثر من حاجه، عملنا كذا برنامج تدريب لملاجئ ولبعض المهن يعني، وكانت ناجحه جدا. ده من جهه التعليم. من جهه الصحه احنا بنبني مستشفيات بس في بلدنا، في أهلية دمشق. أهلية يعني احنا في مستشفى جديدة سلمناها للمراكز الطبية المتخصصة عن طريق مجلس الوزراء، كانت تكلفتها 50 مليون جنيه، بقت مركز للكبد والجهاز الهضمي. صرح عظيم في الأهلية، صرح بصراحة حاجة عظيمة، احنا بنيناها وجهزناها من كل حاجة بما فيه ذلك الأجهزة. بالنسبة للفيروس سي احنا عالجنا قريتنا وخمس او ست قرى حواليها، وحاليا احنا شغالين في الوادي الجديد وفي المنيا بنعمل سكاننج، وبدانا نصرف ونعالج الناس من الفيروس. يعني نشاط المؤسسه بقى مش الدهليه بس؟ لا احنا نشاطنا في كل مكان بنشتغل فيه، يعني احنا في الدهليه وفي محافظات كثيره، ولكن المنيا فيها جزء كبير جدا من شغلنا، والوادي الجديد في قطاع خلق فرص العمل، وهو المهمه الثالثه لمؤسسة العناني. عملنا ايه؟ خلق فرص عمل دي الحمد لله احنا بنعتبر نفسنا ناجحين نجاح باهر. في بنحي صناعة السجاد اليدوي في مصر. عندنا ما يقرب من 1100 بنت
في اغلبهم في المنيا والوادي الجديد وفي الدقهليه وفي القاهره او المناطق الخارج حدود القاهره، دول فيها بينتجوا سجاد على درجه عاليه جدا من الجوده، والعائد كله للبنت. النهارده احنا كده بنحتفل بتخريج اول دفعه من مدرسه العنانه الزراعيه في المنيا، صح كده؟ ايوه. احساسك ايه بعد النجاح ده؟ بعد ما نجحت ان انت تخلق جيل مدرب ومؤهل من المهندسين الزراعيين او من شباب الزراعيين. هو على فكره ما هيش اول واحد، احنا خرجنا قبل كده بس من اصل مرحله فاتت على مدرسه ابو رأس. لما كانت ابو رأس، لكن دي بقى لما كانت العنانه دفعه والاول بتاعها الاول على الجمهوريه، من يعني ده مجهود، ده فخر، ده اعتزاز، حاجه يعني. لما يعني الواد عرفت انه اتخطف في الكويت، يعني الواد ده راح على طول الكويت اشتغل، الولد ده هايل يعني، خد الاول وسافر على الكويت اشتغل على طول. واحد خده، واحد خده يعني، حتى ما يعني سافر ماناش ناخده عن هنا في التحليه. واحد خده، خده وسافر الكويت على طول. هو ولد كان كويس ويعني عقليته كويسه ان شاء الله، يعني احنا نتمنى له خير. على فكره احنا ما بنجبرش حد انه يشتغل، ولكن اي حد بيتخرج بيكمل شغله معانا. فخر واعتزاز ان احنا بنعمل حاجه بنعملها بصراحه بحب والله العظيم. انا واخواتي وزوجتي وابني بندي جزء كبير جدا من وقتنا لموضوع السيسار او موضوع خدمه المجتمع اللي هو بنتكلم عليها، صحه وتعليم وخلق فرص عمل، وبنحتسب ده عند الله. واتمنى ان النموذج ده ينتشر في مصر، لان زي ما انا قلت لحضرتك احنا ما بناخدش تبرعات من حد، والنظام الاساسي للمؤسسه انها تمول داخليا من الشركه ومن العائله. هقول لك على حاجه، صدقني انا بصر على تناول مثل هذه الموضوعات الانسانيه واللي هي بتراعي على المسؤوليه المجتمعيه، عشان نحس الناس انها تشتغل وتقلد نفس النموذج ده. في ناس بتحب تشتغل بتقول انا هشتغل في السر، عايزينك تبان عشان غيرك يشتغل زيك ويقلدك. انا عايز رسالتك لكل رجل اعمال في مصر، المسؤوليه المجتمعيه دورها ايه؟ تمام. هنا بيني وبينك احنا كنا زمان بنشتغل في السر، الى ان حضرتك مره رحت زرت مشغل سجاد، وكانت النتيجه هائله ورائعه، ومن هنا بدانا يعني ننشر الموضوع ونتمنى. وعلى فكره بنعلم الناس، يعني في ناس كثيره جدا بيجي يقول لك انا عاوز اعمل مشغل سجاد. حاضر، بناخده نعلمه وناجر له المكان ونشتري له الانوال ونجيب له حد، نجيب له واحد يشد مش عارف ايه، ونجيب له مدرب يشتري الصوف منين، بنتولى الموضوع ده بحيث. وفي اكثر من مشروع ناجح يعني، بس فرد واحد بيعمل قدراته انه يعمل مشغل احنا بنساعد فيه، لو اي حد عايز احنا بنخدم وبنساعد في هذا الموضوع. المهندس احمد ابو الريش مدير مزارع مجموعه الدهليه في المنيا، وتحديدا في ابو قرقاس. اتدرب قبل كده في جنوب افريقيا على انشاء الكيانات العملاقه وادارتها، خبره كبيره في الزراعه. ركزوا معايا، 4 سنين زي ما انت قلت لي موجود في الدهليه، انت بدات المشروع ده وهو لسه صحراء، تمام؟ انت شايف المشروع رايح فين؟ وصلنا لايه؟ هل انت راضي على اللي احنا وصلنا له؟ ايه التسهيلات اللي انت شايف المفروض تتعمل عشان نضاعف حجم المشروع ده؟ هو المشروع ده بادئ من 2009 2010، وكان في ناس قبلي موجودين زي المهندس رشدي حسان والمهندس احمد عيد، والناس دي عملت طفره كبيره جدا. لكن برضو الفتره الاولانيه من زمن المشروع كان مفيش معلومه عن ارض المنيا، ارض المنيا صعبه جدا في جوها، جو جاف وقاري، ارض المنيا اللي فيها ملوحه عاليه جدا، ارض المنيا فيها كربونات الكالسيوم ففيها صعوبه في انتاجها. فاللي جاي لو مش فاهم الموضوع يحصل خسائر، وده اللي حصل معانا في الاول. احنا قعدنا اول 4 سنين عندنا خسائر بالملايين، لان احنا زرعنا محاصيل غير متوائمه على المكان، وكان في خسائر في اول 4 سنين لان احنا مش فاهمين طبيعه المنطقه. كان البنجر لما زرعنا بنجر من 4 سنين، عشان كده انا بقول لك انت من 4 سنين دي بدايه الحقيقيه للمشروع ده. من 4 سنين بدينا بقى ندير الموضوع بشكل تاني مختلف وتطور الموضوع. الحمد لله احنا دلوقتي انتاجات العنب عندنا بتوصل من 8 ل 10 طن عنب تصدير مش محلي،
بننتج انتاج كويس جدا من الزيتون والرمان والمحاصيل الحقليه، بنوصل متوسط فدان 30 طن بنجر، وده متوسط كويس جدا بحري في الشمال او في منطقه الصحراوي بمتوسط 25 طن، من 20 ل 25 طن. لا في نقله نوعيه، وانا شايف ان المنيا مستقبل، بس في تحديات ومعوقات كبيره جدا، منها ثمن الاراضي او التقنين العالي جدا وفترات السماح القليله، اللي احنا كمستثمرين او انا كراجل مسؤول عن مشروع وبتسال عن تكلفه وانتاج، اخر اليوم ما بقدرش اخد قرار ان انا اوسع، لان انا مطالب ان هجيب الفلوس اللي صرفتها. لما الاقي الفدان النهارده العنب بيوصل ان انا ازرع بس فدان محتاج 80,000 جنيه من خشب وسلك وشتله وخدمه ارض وشبكه ري وبعد كده عمليتها وتشغيلها، ده تكلفه عاليه جدا. فالموضوع برده محتاج نظره ورؤيه واعاده هيكله للفكره. مفيش مشكله ان الدوله تاخد حقها وده يعود علينا كلنا، وانا واحد من الناس هيعود عليا، لكن في الاخر الكيانات الكبيره دي لو وقفت او الكيانات دي وقفت مش هنلاقي حاجه كلنا. مفيش جدال، حياه طلاب مدرسه العنان الثانويه الزراعيه اتغيرت، بقوا حته الذهب في المنيا عاصمه الزراعه في مصر، مؤهلين لاداره المزارع والعمل على احدث معدات الزراعه في العالم، وشركات الزراعه العملاقه بتخطفهم جوه مصر وبره مصر. يعني باختصار شديد جدا، مدرسه العنان الزراعيه بقت مفرغ للعماله والكوادر المؤهله للعمل في القطاع الزراعي والنهوض بيه، وهي دي المسؤوليه المجتمعيه. لما يكون حجم انتاجك مليون طن من الاسمده المتخصصه سنويا قوه، لما توفر 65% من احتياجات السوق المحلي ثقه، لما يكون منتجك بيتصدر ل 70 دوله حول العالم نجاح، لما يكون عندك احدث واكبر معامل وانظمه جوده في العالم رياده. احنا قوتنا في اسرة بتتكون من 5000 موظف وفني ومهندس، بنفتخر بكل واحد فيهم. احنا بنهتم بكل التفاصيل عشان يبقى دايما اختيارك الاول. احنا بنبني مصانع جديدة بتكنولوجيا حديثة عشان يبقى دايما على القمة. ايفر جرو قوة. فارس عرب، احفظوا اسم الشاب ده كويس جدا، لانه هيقلب قطاع الاستزراع السمكي في مصر رأسا على عقب. فارس انشا مشروع تحت كوبري السلام، مشروع جديد من نوعه للاستزراع السمكي المكثف، طبقه في دولة الامارات العربية الشقيقة لمدة 4 سنين، وحقق نجاح كبير جدا، وجه الدور على مصر عشان ينفذ نفس المشروع اللي آمن بيه 32 واحد من جدعان بلدنا. قدروا ان هم يساهموا معاه ويشاركوا في المشروع اللي كلف لغايه النهارده 12 مليون جنيه، لكن هينتج كام؟ 600 طن سمك في السنه الواحده. خليكم معانا. الشاب ده احفظوا اسمه، هيجي اليوم اللي مشروعه في الاستزراع السمكي المكثف هيبقى نموذج بيقلده كتير من شباب مصر اللي عندهم الطموح والرغبه في العمل الحر. اسمه فارس عرب، مهندس زراعي اتخرج سنه 2003 من كليه الزراعه في جامعه اسوان، بقاله 17 سنه شغلته السمك، يعني استزراع سمكي مفتوح، وسافر للامارات وهناك اتعلم واجتهد وطبق النموذج المكثف ده في استزراع الاسماك، البلط الاحمر والبلط النيلي والحنشان ومبروك الحشايش، يعني حقق اعلى انتاجيه في المتر المربع من الميه، وبعد 4 سنين كاملين من النجاح في دوله الامارات قرر يرجع مصر وينفذ نفس المشروع. المهندس فارس عرب عمل دراسه جدوى محترمه
واقنع 32 شاب من اصحابه وقرايبه في مصر بمشاركته، وقدر ينفذ مشروعه باقل تكلفه وبامكانيات بسيطه جدا لكن بنفس التكنيك، وخلص فعلا المرحله الاولى وبدا المرحله الثانيه، وهدفه انتاج 600 طن سمك سنويا. تعالوا نتعرف على مشروع المهندس فارس عرب. فارس بالراحه كده، اعرف من هو فارس عرب ده منين وعرفته ازاي؟ انا اساسا من كفر الشيخ، بتاع سمك يعني، بتاع سمك تمام. فشغلنا كله سمك وشغلنا كله استزراع مفتوح، واتجهنا بعد كده للوضع التفريخ اللي هو داخل صوب بلاستيكية. بعد التخرج طبعا بدأنا اوسع واجرى واتوسع في اللي انا اتعلمته والامور ديت. بعد كده الحمد لله جات لنا فرصة وان انا اطلع الامارات ابو ظبي، ان انا انزم او انشئ مزرعة سمكية بوضع مكثف. وصلت لمرحلة المزرعة النموذجية في الامارات. جت هيئات في الامارات صورت الموقع ودخلتها في اتجاهات المزرعة النموذجية. قعدت 4 سنين هناك شغال على وضع مكثف. طبعا في فرق كبير جدا بين في الامكانيات بتاعه الامارات، وكل حاجه كانت متاحه بالنسبه لنا. فصممت اللي انا اتعلمته او تعاملي مع السمكه او اللي انا شايفه صح ان انا اعرف اقوم بيه على حسب امكانيات اللي انا اقدرها او اللي انا عارفها واللي انا متاكد منها، وعلى اساسه انشات المزرعه والحمد لله سلمتها للراجل مثمره لحد الان. اللي عايز ينفذ مشروع لازم يدرسه، وعشان كده دراسه الجدوى اللي قدمها المهندس فارس عرب لشركائه كانت السبب في ايمانهم بالمشروع، وخلتهم يأسسوا أول شركة مساهمة في القطاع السمكي، وكلهم شركة في الإنتاج والربح والخسارة لا قدر الله. لكن اللي بيدير المشروع واحد بس، هو فارس عرب بنفسه، ما بيروحش. خلي بالكم المركب اللي ليها رئيسين بيحصل لها إيه؟ بتغرق. بقيت النهارده شغالة في الإمارات. شغالة ومثمرة في الإمارات. جبت بعض وجيت هنا في مصر. لما سلمت المزرعة قلت ليه بدل ما أطلع؟ جانا عرض لقطر، جانا عرض للأردن. قلت ليه؟ طب ما أنا أكبر في بلدي. يعني بدل ما اتغرب واضيع فرصي بره، اضيع فرصي في بلدي، انجح في بلدي. عرضت الفكره على ناس موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي، ناس عارفاني ومتعاملين مع وعارفيني من فتره وعارفين التدريب بتاع مرحلتي من مصر للامارات. قلت لهم يلا نشترك ونعمل شركه مساهمه ونعمل مشروع انا عملته في الامارات واثق فيه وفي انتاجاته. فالحمد لله ربنا وفق لنا الامور. كان هم عدد من الناس حوالي 50 او 45. عملنا اجتماع بقيت على 33. على 33 عملنا دراسه الجدوى، قدمت لهم دراسه الجدوى في الاجتماع وبنوده واساسيات المشروع والخطوط العريضه اللي احنا هنمشي عليها في المشروع. قلت لهم ايه؟ لا اشرح لي. قلت لهم ايه؟ ايه مشروعنا؟ فكرته ايه؟ ازاي هنوفر في التكلفه؟ قلت لهم انا عندي اولا الديزاين اللي انا بعمله كحوض سمك مختلف جدا عن الاسعار اللي موجوده بره. الاسعار اللي موجوده بره الحوض اللي هو فايبر جلاس بيعمل له 46,000، من 46,000 جنيه طالع، اللي هو بيتحمل لي 60 متر مكعب ميه. انا عامل الديزاين ده والشغل ده مكلف عليا 25,000 جنيه، بيحمل لي 60 متر مكعب ميه. ما عنديش اي مشكله فيه. 25,000 عشان ايه؟ يعني انت ازاي نزلت بالتكلفه دي؟ التكلفه ديت حديد شاسيه حديد مجلف ضد الصدى والبلاستيك الواحد ملي الفايبر جلاس، يبقى الحوض كله فايبر جلاس. انت بدلت بمشمع اللي هو ده والحديد ده، والحديد ده منع للصدى. جمعت مع الناس وحضرنا الاجتماع، قسمت لهم الخطوط العريضه، قلت لهم انا بزرع بوضع مختلف. الاستزراع البره المفتوح انت بتاخد دوره في السنه، انا مختلف عنك، انا بعمل وضع مغلق بالنسبه لي وبستخدم ده الوضع المفتوح بكميه بسيطه في التحضين، وبنقل الاسماك بتاعتي من بره ميزان 70 جرام 100 جرام وبتبقى جاهزه عندك. انا هنا اصبعيات مش زريعه صغيره، انا هنا اصبعيات. لا البراقات بنزلها في الاحواض بره، بس انا بتعامل معاها بره غير، يعني انا مش عاوزها تسمين بره، انا مش عاوزها تسمين، انا عاوزها عمر. اخذت السمكه اللي بيتحكم في نمو السمكه العمر زي اي كائن بشري. بديها الوقت الكافي بتاعها بره اللي هو بتوصل معايا في الوضع الطبيعي او النمو الطبيعي بتاع ربنا سبحانه وتعالى محاكم عليه، لغايه ما بتوصل 70 جرام او بتوصل 100 جرام. بعد كده بحولها للاحواض المغلقه اللي هنا.
بتاخد معاها شهرين ونص وبتطلع دوره كامله جاهزه للعرض في السوق. شهرين ونص؟ شهرين ونص. ومده التحضين قد ايه؟ مده التحضين بتبقى من شهرين ونص لثلاث شهور. يعني الدوره تبقى معاك خمس شهور؟ لا بتعمل معايا بالظبط ست شهور. ست شهور؟ يعني ممكن في سنه تعمل دورتين؟ لا ما هو في فرق ان انا بعدد الاماكن بتاعتي، انا باخد هنا شهرين ونص. انا ماليش دخل بقى بره، انا بجهز اوضاعي بره. ان بعد الشهرين ونص تكون عندي دوره واخده هناك اربع شهور بنجلها، الدوره اللي بعدها تكون واخده عندي سبع شهور هنجلها. تكلفه حوض الاستزراع المكثف اللي نفذه فارس عرب في الامارات حوالي 46,000 جنيه، لكنه قدر ينفذ احواض جديده من الشاسيهات الحديد المعالجه ضد الصدأ والمشمع بتكلفه 25,000 جنيه، والحوض الواحد بيحط فيه 6,600 سمكه وبينتج منه طن و750 كيلو سمك. وخلي بالكم تكلفة الحوض الواحد بالزريعة والعلف والعمالة ومصاريف التشغيل في الدورة الأولى بتوصل لحوالي 70,000 جنيه. إيه الفرق بين اللي إحنا شايفينه ده سواء فايبر جلاس أو بلاستيك وشاسيه حديد وما بين الأحواض الترابية؟ أنت هنا بتربي كام في المتر وبتطلع كام سمكة وكم طن في السنة؟ بنتكلم على حوض من ضمن الأحواض اللي موجودة، الأحواض مثلا الحوض الأحواض الموجودة ده بالظبط فيه 6,600 حباية أسماك. المتر المكعب البولت، انت بتتكلم على البولت صح؟ ده المتر المكعب فيه 110 حبات، فيه 110 سمكه، في بيطلع لي 1750 كيلو حوض الواحد. حوض الواحد في الدوره اضربهم في اربع دورات في السنه، لان انا بجهز اربع دورات في السنه؟ طبعا. طب ازاي؟ هو انا باخد دوره كل شهرين ونص، حضرتك 1750 كيلو كل شهرين ونص، بتبقى التجهيزات بتاعت العاديه بره، يعني السمكه عندي بره باكلها الاكل اللي هو يقومها العادي، مش عاوز ان هي تسمن. يبقى اذا كده بدل مش عاوز اخليها تسمن، يبقى اذا كده هتوفر معايا في الاكل، انا عاوز اديها عمر، مسافه عمر فقط. انا بنقلها هنا بديها تسمين مظبوط في وضع مظبوط وفي حراره وجو ووضع ميه مظبوط، بتنمو معايا بالطريقه الصحيحه وكويسه جدا ما فيهاش مشاكل. بتاخد معايا الدواء شهرين ونص. شهرين ونص على السنة بتاخد أربع شهور، بتاخد أربع دورات. أول دورة ليك يا فارس؟ دي دورة وإحنا لسه في مرحلة الإنشاء، حضرتك لو تبص إحنا لسه في مرحلة الإنشاء، إحنا لسه بنعمل المرحلة الأولى كم حوض؟ المرحلة الأولى ديت 42 حوض، عندنا هنا 70 حوض اللي هم الوضع الموجود. يعني إجمالي الأحواض اللي موجودة عندك 12 دولت الموجود بيخدمهم بالظبط اللي بينتجوا 600 طن. بيخدمهم 25 فدان بره. 25 فدان ايه؟ بالمساحه اللي احنا واخدينها 25 فدان، اللي هي الوضع اللي هو يخدمه بالوضع ده بالاماكن الزراعيه حوالين مننا او الوضع القائم على احواض تحضير ورا على المشروع على الوضع السكني حوالي 25، يعني بيخدمهم الاحواض اللي ورا اللي بتخدمهم حوالي 15 فدان. في شروط معينه عشان اصل في بص احنا بنتكلم مع بعض وانت طبقت نموذج ومعاك 32 واحد واقفين في ظهرك، طبعا ربنا اولهم طبعا ربنا يوفقك، لكن في ناس ثانيه هتدخل في الزقه تقول لك تعالى نعمل نموذجنا احنا كمان. ايه الشروط عشان ينجح المشروع ده؟ وياخدوا بالهم من ايه؟ لازم ميتهم تبقى عامله ازاي؟ اول بنود المشروع ان انا ازاي اتعامل، لان وضع تعامل الاسماك مع الميه هي حلقه وصل. ازاي اوصل الجو الطبيعي بتاع السمك او الظروف المهيئه اللي تعيش فيها السمكه وتديني فيها انتاج، ازاي اوصلها بين حاله الوصل بتاعها وبينها وبين الاسماك. وصلت للحلقه ديت انا عرفت ان انا اطلع انتاج. دي اول بند. ثاني بند لازم تبقى على ارض ثابته، وبعدين اصلا الحواض ديت الميزه بتاعتها ان انا مثلا لو انا عاوز اغير المكان خلاص يا ابني لم الحاجات دي وشيل وقط، شيل الحاجات دي وقفل الحاجات دي واطلع في مكان ثاني في اي مكان، يعني دي سهله الفك والتركيب. غير الفايبر جلاس. غير الفايبر جلاس. غير الاحواض الترابيه. والاحواض البنا، يعني انا النهارده السنه دي هنا عاوز انقل في مكان ثاني ما عنديش مشكله. تروح اسوان هروح. بحل الاحواض بتاعته وبعد. غير ان انا في مشروع ثاني وانا شغال عليه برضه في المنيا بنفس الاسلوب وبنفس الامر. ف برافو عليك يا فارس، برافو عليك. برافو عليك جدا. الاساسيه في الوضع الاستزراع السمك ان انت توصل لهمزه الوصل بين السمكه اللي انت بتربيها وبين البيئه المناسبه اللي انت هتربي فيها السمك، كده وصلت ده تعرف هتوصل لان تطلع انتاج اللي انت عايزه. هنا درجه الملوحه في الميه قد ايه؟ عندي درجه الملوحه في الميه هنا بتبدا من 4000 و4000 ونص، بس هي في المصدر الاساسي 3000، بتوصل معايا هنا 4000 4000. جايب البولت الاحمر عشان يستحمل معاك؟ جايب عندي البولت الاحمر لان انا فحرت
بير هنا والبير طلع لي ميه مالحه، فبستخدم عليه استخدام البولت الاحمر لان انا جايب الزراعه بتاعته من الامارات وجايب الامهات بتاعته جايبها معايا من الامارات. لما استخدمتها هنا طبعا ديت بتدي فرصه، حتى انا عملت منها تفريخ، يعني انا عندي اكتفاء ذاتي من الاصبعيات. المشروع مش انتاج بس وبشتري اصبعيات، بل انا اشتري اول دوره بس، بعد كده ان الدورات اللي انا بشتريها كلها من انتاج انا، من انتاج شغلنا. بالنسبه للبولت الاحمر، البولت الاحمر لو اي ارض موجوده الميه بتاعتها مالحه انا ممكن استزرع فيها سمك، لان هي بتوصل تربيتها الملوحه بتاعتها زيها زي ميه البحر. لو مريت درجه الملوحه بتاعتها واصله زي ميه البحر بتستخدمها، معكش اي مشكله. ناس كتير هتحاول تتواصل معاك عشان تعرف منك النموذج وتنزل تساعده فيه، واتمنى الا تبخل بهذا العلم على الناس. ولكن لو قلت لك الاستثمار ده يترد في قد ايه؟ او راس المال يرجع في قد ايه؟ هو راس المال الاولي انت بتاخد حوالي، الله يعني ربنا يبارك لكم، رب العالمين، لراس المال الاولاني حوالي يعني في مرحله الانشاء بتاخد لك حوالي 6 شهور او من 5 ل6 شهور كوضع انشاء، كوضع مشروع زي ده. بعد كده بتاخد لك حوالي سنتين، من سنتين الا او سنتين بترجع المصروف اللي انت عملته في المشروع كامل. بس اهم حاجه تكون مقوماتك جاهزه. طبعا احنا اي مشروع بيحصل فيه خلافات، بيحصل فيه امور، احنا الحمد لله معانا كادر ناس كويسه، ناس محترمه، مجلس اداره متزن، بنعرف نسيطر على الامور اللي احنا بنقع فيها، وكل بيضحي من اتجاهه عشان المشروع ينجح باذن الله. موقع مشروع فارس عرب مميز جدا تحت كوبري السلام في منطقه نائيه بعيده عن اي عمران، عشان يحافظ على البعد الوقائي والامان الحيوي للمزرعه السمكيه المكثفه العملاقه اللي نفذها، واللي شفناه بيأكد ان نتائجها هتبقى مبهره فعلا. خلي بالكم اللي زي فارس عرب جدع بجد من الجدعان. مجموعه روند فيتا لاعلاف هيرمان. اعلاف نباتيه هيرمان، خبره المانيه بايدي مصريه. اعلاف هيرمان، الخلطة السرية. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، لكن قبل ما انهي الحلقة لازم أتكلم معاكم في موضوعات مهمة جدا. أول حاجة عايز أتكلم فيها، أنا اتكلمت فيها قبل كده وهتكلم فيها مرة تانية، يا جماعة من فضلكم وقف وتأييد المنتجات المصرية ومنع تصديرها للخارج ليس في صالح المستهلك المصري وليس في صالح الأسواق المحلية، ولن يعمل على تخفيض سعر هذه المنتجات محليا، بل على العكس هيرفع سعر هذه المنتجات. وأبسط مثال ما حدث في الأسماك المصرية، عندنا إنتاج كبير جدا من الأسماك المصرية، ولكن وقف تصدير أسماك المياه العذبة أدى إلى ارتفاع أسعار البلطي في السوق المحلي. حتى الآن بنشتري البلطي ب 30 و40 جنيه رغم إن هو في عز ما كان بيتصدر الى الخارج كان سعره لا يتجاوز 23 و24 جنيه للكيلو. والامر ببساطه شديده جدا، تصدير المنتج للخارج بيفتح سوق جديد لهذا المربي او هذا المنتج، وبالتالي بيشتغل بكل قوته وبيخليه ينتج كميه كبيره جدا، لانه ضامن ان عنده سوق خارجي كبير بيستوعب كميات كبيره جدا، والكميات التي تتبقى بيقدر ينزل بها السوق المحلي بسعر معتدل. دائما سعر السوق المحلي سعر معتدل ولا يمكن مقارنته بسعر التصدير، ولكن هوامش ربح التصدير تغطي تكلفة النزول في السوق المحلي بالمنتج المصري. وبالتالي كان كل المنتجين اللي بيقدروا يصدروا جزء من انتاجهم للخارج في كل منتجاتنا، سواء صناعات غذائية، خضر وفاكهة، اسماك، كل حاجة بنقدر ان احنا ننزل بجزء من هذا الانتاج في السوق المحلي بسعر معتدل. اما ان احنا نوقف تصدير هذا المنتج فلا يجد المربي او المنتج او المصنع اللي بينتج هذه المنتجات سوى خفض الانتاج. وخفض الانتاج يعني ارتفاع التكلفه، يعني النزول في السوق المحلي بسعر مرتفع، لانه لو انتج بنفس الانتاج اللي كان بينتجه ساعه التصدير بالتاكيد هيخسر، لان اللي بيحدد السعر في النهايه هو تكلفه هذا المنتج، تكلفه مدخلاته، المدخلات بالغه التكلفه. مش معنى ان احنا وقفنا تصدير لمنتج ان سعره هينخفض في السوق المحلي، بالعكس المنتج اذكى مننا بكثير، المنتج هينزل الانتاج وبالتالي هينزل بكميات قليله عشان يقلل هامش الخساره. وهنا يرتفع السعر في السوق المحلي لان الطلب مرتفع على هذه السلعه، ولكن مع فتح ابواب التصدير
والاستمرار في الأسواق العالمية. احنا ما بنصدق نلاقي سوق عالمي نوديله منتجاتنا نقفله بإيدينا. المهم ان مع غلق هذه الأسواق وغلق التصدير في وجه المنتجات المحلية هيرتفع سعرها بلا جدال. للمرة الألف راجعوا كل القوانين المقيدة للصادرات المصرية، راجعوا كل القرارات اللي بتقفل تصدير منتجاتنا وبتقفل في وشنا الأسواق اللي احنا فتحناها بصعوبة. يعني نقعد سنين نعمل ملفات ونفتح في أسواق وفي النهاية قرار بجرة قلم يقفل السوق ويفتحه أمام دول تانية كانت يعني منافسة لينا وينمي صادراتها. يعني احنا باختصار شديد جدا بندعم صادرات هذه الدول المجاورة لينا وندعم صادراتها بقرارات غلق الصادرات المصرية، غلق الأسواق. احنا لما بنطلع قرار ان احنا نمنع منتج مصري انه يطلع للخارج بحجة توفيره للسوق المحلي احنا بنقفل سوق كبير جدا فتحناه بصعوبة شديدة جدا. للمرة الألف اغلاق اسواق العالم امام المنتجات المصرية بحجة توفيرها في السوق المحلي بيرفع سعر المنتج محليا، لان اللي بيحكم التكلفة في النهاية هو مدخلات الانتاج والمدخلات بالغة التكلفة وسعرها مرتفع، وبالتالي المنتج غصب عنه لازم هيرفع السعر. ولكن مع التصدير يبقى عنده فرصة انه يقلل السعر في السوق المحلي، يقدر يحط سعر عادل لانه كسب من التصدير، وفي نفس الوقت عنده انتاج كبير جدا لانه بينتج كميات كبيرة جدا بغرض تصدير اكبر كمية للسوق الخارجي، والكمية الكبيرة جدا اللي بتتبقى عنده في مزارعه في مصانعه ينزل بيها السوق المحلي، ولكن في الوقت ده بيقدر يحط سعر معتدل. واكيد كلنا في حاجة إلى أسعار معتدلة لمنتجاتنا الغذائية والزراعية. أعتقد أن الأسعار دلوقتي بالغت الصعوبة، كل مواطن في مصر بيشكي من ارتفاع الأسعار. إذن فتح التصدير على مصراعيه هو الأمل الوحيد لخفض الأسعار في السوق المحلي، وما تسمعوش كلام أي خبير أي حد بيتكلم في الاقتصاد يقولك أن غلق الأسواق الخارجية يؤدي لخفض السعر في السوق المحلي. بالعكس، المنتج شديد الذكاء وعمره ما هيخسر، عمره ما هيخسر، وكل اللي هيعمله انه هيقلل انتاجه عشان يرفع السعر، واللي هياخده من بره هياخده من جبنة من السوق المحلي. تاني حاجة عايز اتكلم عليها بشكل سريع جدا، ما تنسوش مبادرة شركاء النجاح. دي مبادرة اطلقناها ببرنامج الجدعان على موقع التواصل الاجتماعي بتاع الفيسبوك. من فضلك لو انت صاحب مشروع ادخل حط مشروعك وحط فكرته، ولو انت صاحب تمويل ادخل دور على المشروع اللي يتناسب مع تمويلك او يتناسب مع فكرك او يكون عندك الرغبة في تمويله او حتى يعجبك وعايز تسمع ايه هو المشروع ده وافكاره وازاي ممكن نموله ودراسة الجدوى القائم عليها. هي دي مبادرة شركاء النجاح اللي لازم كلنا نفكر ازاي نستفيد منها. دي مبادرة مجانية اطلقها برنامج الجدعان على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك على صفحة الجدعان. ادخل يا صاحب المشروع وادخل يا صاحب التمويل وخصوا البعض، والشراكة دائما حليفها النجاح، والتوفيق دائما من عند الله. ده كان اخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.